حبيبتي، أنا فكرت يعني نحن هلأ بالشغل صرنا شركاء، وخليها تكمل معنا ونجمع البيوت كمان. هالموضوع اتركه علي. ايه فكري فيها، وأنا عم فكر بموضوع. بما أنه عم نعمل تعديلات بالمطعم، شو رأيك نعمل تعديلات ونطلع مع بعض إجازة؟ تذاكر إيطاليا مثلاً. ايه فكرة بتاخد العقل. وانت هنيك خدي راحتك بالتفكير بال أنه نجمع البيتين سوا ونعيش مع بعض. يعني بإيطاليا بعتقد أنه المكان مناسب لحتى تفكري على مهلك، مو هيك؟ شو رأيك؟ ما رح تقبل لأ كجواب، ما هيك؟ صح، مرادو بدي فكر. حلو كتير، بس وانتي عم تفكري فكري بنقطة مهمة، أنه أنا وياكي ناويين نعيش مع بعضنا لآخر العمر. شو يعني لآخر العمر؟ ثواني رح أشرح لك شو يعني. لما تعرفت عليكي بتتذكري وقت كنت أنصحك مشان علاقتك مع الرجال وشو تعملي؟ تذكرتي؟ ما فيني أنسى لما كنت معلمي. إيه؟ يعني قلتلك الزلمة منا إذا بتتذكري، يعني الزلمة لما يتعرف على ست بالكتير باللقاء الثالث بيقرر إذا هو بده يتزوجها أو لا. يعني إذا ما خطها الخطوة بعد هالفترة خسلي إيدك منه لهذا، مو هيك قلتلك؟ تذكرتي؟ متذكرة. حلو، انت مو طلعتي معي بهداك التاكسي يوميتها؟ انا بصراحه من يوميتها بلشت حياتي تبدا. بدي اعترف لك بشغلي، انا بحبك من قلبي وما فيني بعد عنك ابدا. كتير حكيت. اسيل، انت حياتي وانت عمري وانت نظري وانت نفسي وانت كل شي حلو بعمري. بتقبلي تتزوجيني؟ مراد، أنت حياتي ودنيتي، مبارح واليوم وبكرة والمستقبل، لهيك موافقة. أي موافقة أتزوجك. نقلب الإجازة لشهر عسل. أي ليش لا، خلص منتزوج بإيطاليا. ليش لا؟ ليش لا؟